175 168 178 177 181 180 كابتن عاطف المجموعة دي بتطلع المجموعة دي معايا قدام شباب زي ما احنا كده معانا طبعا ده بطل واخد بطولة التاني واللي على يميني واخد الاول فطبعا مبروك عليهم ابطال هي دي شبابنا مستقبل مصر ولا تدخين ولا بقى قلة ادب هي الرياضة وبس هي اللي رايحين لينا عايزين طبعا نشوف كل شاب مصر كده ده يعني ده مثل قدامنا امامنا اتفرجوا عليهم عايزين ندخل عايزين نعمل زي الابطال دول بالتوفيق ان شاء الله ابو كباتن ان شاء الله شفتوا ان شاء الله ابطال عالم ان شاء الله وهنا البطل فاز بالمركز الاول مبروك عليه طبعا بطوله واحنا طبعا بنشجع كل واحد ان شاء الله كده يبقى بطل زيه كده بسم الله ما شاء الله فرق السن ايه اهم حاجه الراجل ما يشربش تخين ما يشربش حاجات مواد مخدره ويجي هنا هنا الابطال بس هيكون طبعا على البطوله على المركز الاول وعايزين نشوفه ان شاء الله بطولة عالم ان شاء الله والكلاسيك بالتوفيق يا كابتن جاهز معانا ربنا معاك ان شاء الله يا كابتن يا رب اشوفك دايما عاش يا ويلي